قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك للفيديو لكي نستمر بنشر المزيد. أخوكم فواز التاكري. يا الله بحق الصبوح يا الله. تبغى صبوح؟ ماشي يابا. صبوح مالك؟ ماشي ماشي كرمك الله. ما ادري ايش هذا؟ اليوم مع المنتخب مباراة، اجمع الشباب وتحرك فورا. اليوم والله ما انا اتصل للكابتن فواز يجي مع الشباب ويجي. كابتن فواز كابتن فواز. ايوه الكابتن. ها كابتن. الو كابتن فواز، اسمع اليوم اجمع لي الشباب كامل، معانا مباراة مع المنتخب مباراة، تجمعهم وتتحرك لعندي. اليوم اليوم. ها ها فواز، ودي لي معك حق المواصلات يا منعه. يلا يلا كابتن على طول، الان جاي لك. احسن شباب. طبعا يا شباب ما حصلش معسكرات تدريبيه معنا، وانا عارف ان لياقتكم ماشي بالمستوى المطلوب، ولان احنا استدعيناكم على طول وبسرعه اشتيكم تحافظوا على لياقتكم وتهدوا في اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين أينما كنتم في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم مع المنتخب اليمني. صر الجماهير حقك بيعلقوا صورك. صر يا صوري يا كابتن، هذا صاحب البيت عندي لحق 6 شهور جاي قضاء، وهذاك صاحب الدكان وذاك عياله شوف رسلهم. إذا على هذه الأجواء الرياضية الكروية والوطنية كذلك، نعم النشيد الوطني يردد من قبل صدور القوم. اليوم مباراة مع الأحمر اليماني تاريخيا العريق، أرض الحضارة والعروبة منذ قديم الزمان، يلعب من أجل إرضاء وإمتاع الجماهير العاشقة الولهانة المتيمة لمشاهدة هذه المباراة. اسمعوا يا شباب، نشتي نلعب مثل ما قال المدرب، نحافظ على اللياقة ولا ننساش ما نقرأ الفاتحة على المدرب سامي نعاش. يا كابتن فواز يا منعا يا منعا، انا شاورع لك انا وانت باصيلي اهدك تمام علشان يعفو علي رسوم الجامعه، قد لي 3 سنوات ولا اديت لهم ريال يفصلوني. قوة اختي دحين ايش تدخل؟ حسجل لك هدف. عاد المباراة ما قد بدأت، بدك تشي تدخل. يلا انا بدمك انا بدمك يا مدرب، انا قوعدت امي ان انا شبدي بالتلفزيون. توتر واضح من قبل مدرب المنتخب اليمني، طبيعي جدا الفريق ليس حاضر بأتم الجاهزية، معسكر متأخر وظروف قاسية تعيشها البلاد، ولكن اليمن بما حضر البداية الأولى لمصرعة المنتخب اليمني، البداية الحمراء نعم حاضرة لإمتاع الجماهير الموجودة اليوم أمامك، الصورة أبلغ من الكلام، متواجدة لمؤازرة الكورة اليمنية كالعادة، انطلاقة أولى، فواز التاكري، محاولة حمراء مش معقول، هدف أول، الله الله الله. كرة أولى يمنية تسجل في هذه اللحظات من الرقم 10، نعم كبيرهم فواز، كبيرهم ابن التاكري، يفرح ويزلزل وينعش المدرجات اليمنية، مش ممكن مش معقول، انطلاقة الآن لمصرعة التعادل لإدراك كرة خطيرة لمسة يد، حكم اللقاء يقول لمسة يد عزيزي المشاهد، نعم ركز وعتصدها يا فواز قول له شدها والله ما حدا عارفني. سعيد عصير حرص مع المنتخب، روح لنا معك عشاء. إذا كرة تركز من قبل سنان، مش معقول جول، أين ذهبت يا سنان؟ أين سرحت وأين شردت؟ وين حسك؟ خاف ربك. كرة لمصلحة المنتخب اليمني، فواز يا سلام، يعدي من الأول، من الثاني، الثالث، حارس المرمى يسقط، كرة جميلة، فواز التاكري لعبد الملك، مش معقول ضيعها، هي ماذا الحين سير دور لك من يسدد لك رسوم الجامعة، ضيعها وضاعت الرسوم، حسرة كبيرة لمنتخب اليمني. أوه ما هذا يا أزهر؟ Thank you.
إذن لمسات للمنتخب اليمني، وفي هذه اللحظات سقوط للاعب فواز التعكري. سلامات يا فواز. أوخ. فواز أصيب. ادخل بداله، ادخل بداله. لا تدخل، ارجع ذا الحين. دوخ دوخ. إذا الركنية في هذه اللحظات تلعب الكرة بصورة سريعة داخل المنطقة ورأسية وجول. الهدف الثاني للخصم في هذه اللحظات. ماله ماله؟ مدري ماله، دوخ فجأة. يلا قد احنا بالطريق المستشفى، باقي شوية هنوصل. أين أنا؟ باقي شوية نوصل المستشفى الحين. لا 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 لا، جنبها أنا بس، أنا بس. هذا مطعم. أيوه مطعم. أيوه مطعم. المستشفى قريب، باقي شوية وحنوصل. مشيش مستشفى، مشي المطعم. أنا من أمس ما أكلت حاجة، أنا بغير صبوح وغدا دوخت. اشتي أكل، نزلوني لو سمحتوا، اشتي أكل. أكل مطعم ولا يهمك الآن، بشير ولا يهمك. يلا تسلم. هذا المطعم. كرة الحارس المرمى في هذه اللحظات، ماذا سيفعل؟ يا الله، لقطة نادرة جدا في هذه اللحظات، والعارضة وجول. رأسية أخرى تسجل من خلال الهدف الثالث. لقطة وحسرة على جماهير الكرة اليمنية. ثلاثية في شوط أول. إلى متى هذا الإهمال الفني؟ الفريق معنويا حاضر وبقوة، ولكن بدنيا وفنيا مهمل جدا عزيزي المشاهد. نعم الصورة أبلغ من الكلام في هذه اللحظات. صافرة حكم اللقاء ينهي الشوط الأول. أيوة مشكور مشكور، الله يكرمك. هاري هاري هاري، هذه هدية بسيطة. لا لا والله تسلم، اعتبرها هدية بسيطة وان شاء الله تفوز. الله يفوز ان شاء الله ان شاء الله. يلا نزلنا نزلنا. انصرت يا فواز. الحمد لله شبعت. ايش كم النتيجة؟ 3-1. الان ان شاء الله يلا. إذن عودة الشوط الثاني في هذه اللحظات، وعودة فواز التعكري. فواز التعكري ابن الذين مدري انسار، واضح انه مرزوم ومريح مرتاح في هذه اللحظات. سيحاول بتقليص الفارق، بالفعل يقلص الفارق 2-3 في هذه اللحظات. يسجل التعكري هدف تقليص وعودة الامال والطموحات. ضربة جزاء في هذه اللحظات والتنفيذ. نعلق على الركلة، مش معقول. التعكري يسجل هدف الثالث والتعديل، مش ممكن مش معقول. جول 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 على طريقة زيزو أمام جيجو بيفون. عودة في اللقاء وعودة في المباراة. التعادل للمنتخب اليمني والضغط على المنتخب اليمني طبيعي جدا، ولكن سيناريو اللقاء سيكون غامض جدا. الحكاية والرواية لم تنتهي عزيزي المشاهد. والهدف الرابع لمن سيكون؟ هل سيكون للمنتخب اليمني؟ وهذا ما يتمناه الجمهور الحاضر في المدرجات. واه من سيناريو سنشهد اذا هدف هدف الاسبقية. اه من متعة سنشاهدها عزيزي المشاهد. والعودة والتصديدة والضغط العالي، وحارس المرمى يتصدى، وصافرة حكم اللقاء تشر في هذه اللحظة 3 دقائق بدل ضايع. 3 دقائق ثواني معدودة، 180 ثانية في زمن ونهاية المعركة الكروية. هجمة مرتدة في هذه اللحظات للمنتخب اليمني خطيرة. فواز التعكري مش معقول، يسجل الهدف الرابع. الله الله الله، المنتخب اليمني يسجل الأسبقية، يسجل يفوز. فواز التعكري قتلهم، دمرهم، حطم آمالهم وطموحاتهم. الله على فنان. هذا فواز التعكري عزيز المشاهد العائد من الإصابة. ماذا هناك وماذا يحدث؟ مش معقول، قد يكون هناك إجراء صارم واتهام صريح من قبل الفيفا بأن فواز التعكري يتعاطى المنشطات. نعم هذا تصريح مني أنا شخصيا، سامحني، ولكن قد يكون رسميا بعد نهاية المباراة وبعد صافرة حكم اللقاء. نعم الرجل مش معقول مش طبيعي. بالدم
نعم بالروح بالدم نفديك يا يمن. هذه الكلمات الختامية لهذه القمة الكروية الوطنية الرياضية إن صح التعبير. كان معاكم من التعليق عمار عبد العزيز، في أمان الله.